التناسلي. اليوم كنتكلموا على القذف السريع، اكيد موضوع اللي خدا الحيز ديال التفكير والاهتمام ديال كثير من الناس، لانه ولينا تنشوفوا في الاونه الاخيره ان الناس بدات كتهضر عليه اكثر. هذا الشيء علاش نعرفوا ببدايه اشنا هو؟ هو قلتي ماشي مرض، واش حاله نفسيه، اضطراب؟ هو في حقيقه القذف السريع وهو اضطراب، غالبا تيكون السبب ديالو هو سيكولوجي ولا نفسي، فهمتي؟ تيكون على حساب الاشخاص اللي تيكون عندهم واحد القلق كثير ولا مزمن، فهمتي، اللي كيعطيهم هاد الاضطرابات، ما تيبقاش التحكم في هذاك القذف بالضبط كما كيبغي الانسان مع الزوجه ديالو. نعم. دونك باش نقولوا نعينوا هاد القذف السريع، وهو تيكون القذف المني اسرع مما هو يجي في التوقيت، يعني تيكون قبل او مع بدايه الجماع مع السيد مع الزوجه ديالو، وهذا التوقيت تيكون بين جوج حتى ثلاثة دقائق فهاد الزمن هذا. من بعد هاد التوقيت تيكون نورمالمون تتكون ممارسه عاديه، وكتكون داك سورتو داك النشوه اللي كتكون بعد الممارسه، وكما غنشوفوا من بعد حتى عنده تاثير بعض المرات على الرجل، اللي يمكن يعطيه اضطرابات ويعطيه مشاكل نفسيه، وفي اطار الزوج مع الزوجه ديالو. نعم. حنا ملي تنتكلموا على هاد المواضيع اللي ربما هي حساسه نوعا ما، كنتكلموا على علاقه زوجيه، لان كاين بزاف الناس ربما اللي وصلوا للطلاق، اللي وصلوا للمشاكل، اللي وصلوا للنفور. حنا هاد الشيء علاش ربما الموضوع؟ لانه كيهم جوج الناس بالضبط، ماشي في اطار فقط اننا نعرفوا اشنا هو. بالضبط. هنا ملي تكلمتي على انه واحد الاضطراب، الناس اللي كيتقلقوا او اللي تيتوتروا، حنا نتكلموا حتى بعض الامراض واش كتدخل ان هاد الناس يكون عندهم هاد المشكل ديال القذف السريع؟ بحال مثلا الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي، الناس اللي عندهم السكر، هاد الامراض المزمنه هادو اللي تتوتر، واش عندها علاقه؟ لا متاتا مثال، يعني الشخص انت تبغي يمارس مع المرض تيكون عنده واحد تيكون تيبغي يزرب، انت تيقول بان غادي دغيا نغنصل، وهذيك الفتره باش كيخمم باش يوصل دغيا، مع الوقت تتعطي القذف السريع. نعم. دونك يعني ان داك التفكير، التفكير بان هو كما كيقولوا قوي نفسيا جنسيا، بان تيبغي يبين مثلا بحال كيف كنقولوا حنايا بالدارجه، يعني تيبغي يبين بان عنده بغض النظر الرجوله، تيبين بان هو قوي وهذا، بان غادي يوصل، تيبغي يزرب، ومع ذاك الزربه تي مع الوقت تيكون القذف السريع اوتوماتيكمون. نعم. هذا القذف السريع واش كيجي من مرحله اللي هي اولى، او للانسان كيقدر يضبط نفسه يعني مع الوقت، يعني انه هو ملي غيلاحظ واش كيلاحظها او لا ما كتلاحظش، يعني صافي كتولي واحد العاده اللي كيبقى غادي عليها؟ لا، هي امور حساسه، فهمتي، وعارفه. هذا هو المشكل اللي كيطرح مع الزوجه ديالو، هو تيبغي يخبيها، تيقول من بعد، ولا بعد ما توصل المرحله اللي غادي نشوفها كيتجنب الممارسه مع المرض ديالو. نعم. وهذا الشيء كيخلق مشاكل. دونك طبعا تيحس بها، وكدير اضطرابات، وكتدخل في واحد الدوامه سيكولوجيه اللي كتنقص من ماشي من الشخصيه ديالو، من لا كونفيونس ديالو. صح. تيولي كما كيقول تيتأزم، فهمتي، تيولي انا تيوصل لك شي حاجه انا ماشي راجل بزاف الحوايج، وهذا الشيء في واحد الاطار اللي ولي واحد ما تيدوش ولا ما كيبقى يطول فيه بزاف اعوام، اللي من بعد ممكن تاثر على حتى حياته الزوجيه ديالو، مع المراه ديالو، ولا مع الاولاد ديالو. والسيه ديما الناس كيقول لك هنا غتثبت لي واش صح ولا لا، الناس ربما اللي تيكون عندهم للاسف علاقات زوجيه كثيره، او العلاقات اللي كانت خارج يعني في الاطار الزواج، او لا اللي كانوا يعني طايشين الى صح التعبير ديالي، وعلاقات اللي هي غير شرعيه وشي حاجات، وهاد المساله وغيرها من العادات اللي هي سيئه، ربما هم اللي تيكون عندهم هاد المشكل ديال القذف السريع، من غير المساله ديال التوتر والقلقه وهاد المشكل كامل. هادشي حنا كنسمعوه في الاوساط، انتم كاخصائيين وكاطباء تقول لي ايه لا غادي نقول لك، ولكن بوك الواحد كيفاش غيشوفها، وهي من نوع الادويه النصائح اللي كنطلبوا الناس باش يمشي لهم القذف السريع، وهي الممارسه الكثيره. لان ما كيبقاش كما غنقولوا بالعربيه، ما تيبقاش ذاك الوحش، هذاك القضيب ديال الانسان، ولا تيكون عنده واحد وحش ما حدو ما كيمارش، مع ذاك الوحش يكون كثير، ما حد القذف يكون قريب، بحال شي واحد ما شتيش شهرين غتلقى معاه، ماشي بحال تلاقيتي معاه مثلا البارح واليوم مثلا. ربما هذا الشيء علاش كتقولوا دائما خاص الراجل يجي مع المراه ديالو، خاص يعني في التشخيص، خاصات هي نسبه كبيره من الدواء.
ممتاز. اذا النساء نسبه كبيره في العلاج كي قلتي واكيد حنا دائما كنهضروا على العلاقات اللي هي في اطار شرعي اطار الزواج. حنا فقط كنوصلوا ربما المعلومات اللي كتداولوا اللي كيتكلموا عليها كثير لان الناس ملي كتوصل لهذه المرحله ديال هذا النوع من المشاكل بالتحديد كنبداو نهضروا اش كنتي كدير قبل اشنو المشاكل اللي كنتي كدير. لا داك الشيء قديم ما عندوش علاقه بالضبط لان الاسس ديال الزواج مع المراه ديالو تيكون اسس هادو بين البنود ديال الزواج. كيفاش كنتعامل كيفاش غنديرو كيفاش غيكون العلاقه الحميميه كيفاش 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 وهادشي هادشي كما تقولوا الزوج هاد المشكل حتى هو داخل في نطاق الزواج خص المراه تكون في خبرها. ممتاز. الناس اللي كتقلق اولا كتوتر اكثر واش كاينين شي اسباب اخرى اللي كتقدر انها تؤدي لهاد الحاله اللي كيوصلوا لها الرجال او لا؟ اسباب غالبا تتكون اضطرابات نفسيه ولا لو ستريس كيقلق الكثير. ما تلقاوش قليل فتلقاو اسباب عضويه مثلا التهابات بعض المرات في المسلك الامامي ديال التبول. مي غالبا مشكل اضطراب تيكون داخلي نفسي ماشي حد زعما تيقول بواحد بانه عنده اضطراب نفسي صعيب ولا شي حاجه. بعض المرات تيكون هي بوحدو بعض المرات تيكون مخبي شي حاجه وراء سيديكو اضطرابات نفسيه اللي خاصه مثل ادويه عند طبيب اختصاصي في امراض نفسيه بعض المرات. يعني كيوصلوا للمرحله ديال كيوصلوا مرحله وتيكون السبب داخلي اللي تيقولوا ماسكي مغطي اللي مغطي وتيتولي ذاك الاعراض ديال القلسه هي واحد الاعراض حاجه اللي بينت هي اللي بينت اما ما خف عظم تيقولوا يعني تكون ديك الساعات تكون اختصاصي ديال الامراض النفسيه تيكون عنده تهوى درايه بهذا الشيء باش يداوي حنا نداوي داك الشيء الاخر. نعم. هنا ملي تنتكلموا على ان العلاج اليوم او التشخيص خاص يكون فيه الرجل والمراه واش كتشوفوا دكتور ان فعلا تيجيو كيفسروا لكم الامور كما هي واش كاين مازال داك شويه ديال الكاموفلاج يعني اننا خاصنا نخبيهم خاصنا شنو نقولوا وعلاش بالتحديد يعني في هذا الاطار هذا هو تدخل ديما في اطار الحشومه ولا الطابوهات كيقولوا الراجل كيجي بعض المرات كيسول على حاجه اخرى مشكل التبول ولا مشكل حاجات اخرين اللي داخلين في اطار المسالك البوليه ولا هذا ومن بعد في اطار تشخيص المرض والفحص حنا كنسولوا ديما انت واش عندك اضطرابات جنسيه واش عندك قد السري واش عندك جنسي واش 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 هو ديك الساعه بما حنا كنسولوه هو تيقول فهمتي قليل فاش ما يقولش تيقول فهمتي وداك الساعه حنا ملي تنشوفوه هكا تنعرفوا بان السيد بعد ما جا على هذا الشيء هذا هو السبب الرئيسي. نعم. تيجي هذاك المشكل ديال التبول هي كيف كنقولوا غير سبه باش هي سبه ولكن حنا فاتحين الباب لهذا الشيء وعارفينه والناس كتحشم شويه مش سيرتو الا كان مع شي واحد ولا تيكون شويه كيخبي سي نورمال. نعم. في البدايه كيجي دائما هو والمراه ديالو او لا من بعد لا غالي... كطلبوا او لا لا غالبا كيجي بوحدو ولكن لاحظنا وهذا الشيء مفتخرين به الناس كيولا كيجيو مع الزوجات ديالهم ولا الزوجه واحد الحالات ان الزوجه جات انتي تجي تدوز على شي حاجه اخرى وفي اطار هذا كتسوق لك راجلي ها شنو واش نصيفطو ليك ولا نعطيك تعطيني شي دواء وفي هذه الحالات تنقول لها ما نعطيش دواء بيان سور خصو يجي عندي باش نعرف واش ما كاينش شي اسباب ونطلب منهم بعد ما يجيو بجوج ما يمكنش يجي بوحدهم المهم هو نرجعوا داك العلاقه ولا كونفيونس بيناتهم. نعم. ممتاز. هل ملي تنتكلموا على الطرق ديالكم للتشخيص وغيرها قلت انا كتمشي في الاسئله اكثر يعني انكم كتبقاو تسولوا اكثر ما كيكون التشخيص اللي هو عضوي او لا شي حاجه. اكزاكتومون لان الاسئله اللي كنطرحوا للمريض بون المريض الناس الانسان اللي جاي يطلب مساعده عندنا اسئله كنسولوهم على حسب التوقيت مثلا فوقاش كيجي واش قبال في الاول ولا ذاك المرحله ديال جوج دقائق اللي قلنا ولا ثلاثه حيت تنلقاو بعض الحالات على هنا تنقول الصعوبه ديال القضيه الا كان قد مثلا في الاول المراسله ما في الثواني الاولى ماشي بحال شي واحد حتى الدقيقه الثالثه ولا لا وهنا هنا تتكون الصعوبه فهمتي اللي عنده حد قريبه قبل الوقت ما حد بعد تنبدلوا الدواء ولا كيعطيو اشياء اخرين باش يتعافى السيد وبيان سور في الادويه اللي كاينين خص المراه تكون عارفه. نعم. باش ملي تكون مارس مثلا تنقولوا له مثلا في اطار هذا تقولوا حبس ما يبقاش يمارس خص المراه ما تكون معها السيد مي غتحبس غتفهم علاش حبس. اليوم بغيت نعرف معك ايضا في حاله اللي الانسان خدا هذه المساله بقينا انه في اطار الحشومه طابو ما نهضروش على هذا الموضوع كيقيس الرجل هذا الرجل في كثير مرات كيف قلتي ان الناس رجال تيقول لك
كنحس بين قوسين لا انا رجولتي نقصت ثقتي نقصت. الى الانسان مشى في هذا الاطار صافي وخبى كلشي عنده وما مشاش عمل التشخيص ديالو مبكرا او لا في واحد المرحله، اشنو هما التاثيرات اللي كتقدر يوصل لها او لا الجيل الشق؟ واش كاين شي مضاعفات كما اي دوامه بسيكولوجيه ستريس ولا اي امراض كاع نفسيه ولا هذا هاد الدوامه واحد الانسان الرجل كيدخل فيها ودي كتعلق بالشخصيه ديالو فهمتيني، وهذيك الشخصيه ديالو والقوه ديالو الرجوليه ديالو مي كت سي برونس اللي كتقاس كيكون عنده احباط صح، وداك الاحباط وعدم الثقه وتيكون تتمشي حتى المرحله اللي اصعب وهي العجز الجنسي. نعم، لان كما قلت لك الرجل تيولي تتفادى داك الممارسه تتفادى الاجتماع مع المراه ديالو، دونك تيدخل في واحد الدوامه اللي هي غادي وكتصعب اللي يمكن دير اعوام بزاف الوقت وتاثروا على النفسيه ديالو. وكما كيقولوا ملي تكون واحد الراجل في الدار عنده مشكل احباط نفسي راه الدار كلها تيكون فيها تاثير اللي كيبان كما كيقولوا سي كونتاجيو. نعم، يعني كتكون في العلاقه مع الوليدات مع المراه ديالو تيكون واحد القلق داخلي اللي المراه كتحس به وكما لغزمو الوليدات ما كيشوف كيشوفوا باهم انه مقلق وما معصب. نعم، ملي تتكلم على ان الى الانسان ما شخصش في البدايه وما خداش ما عطاش الامر اهميته وقال انه امر كيستحق المساعده الطبيه كيقدر ان الانسان يوصل للعجز الجنسي، يعني كاين مشكل في الانجاب كاين بزاف ديال المشاكل او لا الانجاب هو ميكانيك يعني بما انه تيكون القذف خارج الرحيم ولا خارج المهبل اوتوماتيكمون بيان سور داك الماني ما كيمشيش الرحيم، هذه ميكانيكيه ماشي مشكل، اما وسائل تاثير الانجاب 100% ما كاينش. نعم، ولكن راه كيأثر لا محال، يعني ان تاثر لا محال وي، ولكن لا بغينا نشوفوا اما بطريقه ماتيماتيكيه كيقولوا ما كاينش تاثير مهم فهمتي، ولكن بعض المرات كيجيو العيالات كيسولوا تيقول لك تلقوا بان الراجل مثلا عنده مشكل قد السريع ديك الساعه كيجي عندنا كنشخصوا المرض وكنعطوا الادويه اللازمه اللي خاص ولا اشياء اخرين اللي كاينين والحمد لله تيكون المشكل ما عنده حلول عنده حلول باين هادشي فين نقول لك كاين الحل ممتاز حنا كل